إلى آخره. أربع تشريعات متقدمة لهذا القانون. أربع تشريعات متقدمة. رغم إن هذا القانون أنت وافقتوا عليه من سنة واحدة بس. صحيح. صحيح. إيه ده؟ شوفي، هو القانون قدمته الحكومة، هو قانون ينظم بعض القواعد في التصرف في أملاك الدولة الخاصة. هو اسمه كده. أيوة. بيتعامل مع مرونة الدولة في تقنين أوضاع اليد على الأراضي، سواء المستغلة سكني أو التي تم استصلاحها زراعيا. تمام. وضع اليد الجاد المستقر. أيوة. الحقيقه احنا اللجنه هي اللي طلعت القانون ده، يعني كمان اتصادف ان لجنه دار محليه هي اللي كانت مطلعه، او مش هي اللي اعدته، الحكومه هي اللي عدته لكنها اقرت، لكن اقرته ونقشته. كان في اليوم الاخير من دور الانعقاد الثاني. اليوم الاخير من دور الانعقاد الثاني. القانون لما طلع، هو قانون محدد مهله اولى لرئيس الوزراء 3 شهور، يحق له انه يمد مهله ثانيه في 3 شهور. يبقى احنا مده العمل بهذا القانون بالمدتين 6 شهور. تمام. 6 شهور دول المفترض من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية يخلصوا 14/6 اللي فات. لما طلعت اللائحة التنفيذية بتاعته، الحقيقة كان عليها ملاحظات كتيرة جدا مننا ومن السادة المحافظين ومن الناس اللي بيعملوا في مجال إدارة الأملاك على اللائحة التنفيذية. اللائحة التنفيذية تغير القانون؟ طبعا تخليك تغير القانون. اللائحة التنفيذية تستطيع ان هي تفرغ فلسفة القانون من المتغى يعني بتاع الأهداف. يعني ما ينفعش نشتغل، كنا نشتغل تاني على اللائحة التنفيذية مع الحفاظ على القانون طالما موافقين على القانون. ما هي لما طلعت اللائحة التنفيذية مين اللي بيعملها؟ الحكومة. تمام. فلما طلعت اللائحة التنفيذية بالشكل ده وجالي الاعتراضات، عقدت جلسة مغلقة، جلسة سرية. حضر فيها وزراء ومحافظين، وقصدت ان انا اعملها سرية لان القانون حساس. تعامل مع تشجيع، انت عايزة المواطنين يقدموا طلبات. أيوة. فما انا مش عايز ادي انطباع للمواطن ان في خلاف فيستقوى بينا احنا. تمام. فعدم التزامه بتقديم الايه. طب عملتها جلسه مغلقه. ويبقى في اريحيه شديده للناس كلها انها تتكلم بصراحه. أيوة. وخلصت بطريقه او باخرى، واخدت من، وكنت يمكن حتى قلت للساده المحافظين والوزراء، قلت لهم احنا والنواب اخر ناس نتكلم. خلوا الناس اللي بتتعامل كل يوم مع المواطنين هم اللي يقولوا مقترحاتهم. أي. رؤساء الاجهزه، رؤساء مجالس الادارات اللي يعني المختصه، الاصلاح الزراعي اللي هي لها ولايه على الاراضي. حمايه املاك الدوله، حمايه املاك الهيئه الى اخره. فطلعنا مجموعه توصيات وبعتناها لكل السيد معالي رئيس مجلس النواب صدق عليها، واتبعتت لكل لجنة استرداد أراضي الدولة، لرئاسة الوزراء. الحقيقة رئاسة الوزراء أخذت ببعضها. أخذت ببعضها، عدلت بعضها قبل انتهاء المدة. وخلاص خلصنا الموضوع. كان بقى في عدد من السادة النواب، خصوصا النواب المحافظات اللي فيها أراضي كثيرة. أيوه. ليه ملاحظات؟ عملوا تشريعات.